السلام عليكم طلاب صف الثاني أساسي، سأشرح لكم اليوم درسا جديدا في مادة القراءة وتحت عنوان بين القرية والمدينة. افتحوا جميعا على الصفحة 126 وتابعوا معي. راقب المشهدين التاليين، المشهد الأول والمشهد الثاني. سأبدأ بالمشهد الأول. أهذا المشهد في القرية أم في المدينة؟ هذا المشهد في القرية. كيف عرفت ذلك؟ عرفت من المنزل الذي يتألف من طبقة واحدة. صف هذا المنزل. سقفه مصبوب بالباطون ويعلوه القرميد الأحمر. ما أجمل شكله من الخارج. ماذا تحيط به؟ تحيط به السهول الخضراء والأشجار العالية. صف الطبيعة في القرية. الطبيعة هادئة في القرية. سأبدأ الآن بالمشهد الثاني. أهذا المشهد في القرية أم في المدينة؟ هذا المشهد في المدينة. مما عرفت أنه في المدينة؟ عرفت من البنايات العالية. صف شوارع المدينة. شوارع المدينة مزدحمة بالسيارات. ومعنى مزدحمة بالسيارات ممتلئة بالسيارات. صف الطبيعة في المدينة. الهواء ملوث من دخان المصانع، وهذا الدخان يؤذي الإنسان والحيوان والنبات والسيارات. إذن الهواء ملوث من دخان المصانع والسيارات. ماذا يكثر في المدينة؟ يكثر فيها الضوضاء والضجيج. العنوان بين القرية والمدينة. تابعوا معي شرح هذه الفكرة. ركب شادي وعائلته السيارة وانطلقوا عائدين إلى المدينة. انتهت هذه الجملة بنقطة، فنستبدل التاء المربوطة المكسورة بتاء مربوطة ساكنة وتلفظ هذه التاء عند الوقف هاء، وانطلقوا عائدين إلى المدينة. قال شادي. قال فعل للقول، ونضع بعد هذا الفعل نقطتين. ما أجمل القرية وطبيعتها الهادئة. انتهت هذه الجملة بعلامة تعجب، وعلامة التعجب من علامات الوقف، فنستبدل التاء المربوطة المفتوحة بتاء مربوطة ساكنة وتلفظ هذه التاء عند الوقف هاء. ما أجمل القرية وطبيعتها الهادئة. الطبيعة في القرية هادئة، لا نسمع فيها إلا صوت شبابة الراعي فيمتزج هذا الصوت مع خرير المياه وزقزقة العصافير فتؤلف هذه الأصوات معزوفة موسيقية رائعة. وها نحن في طريق العودة إلى ضوضاء المدينة وضجيجها. ما معنى ضوضاء المدينة ضجيجها؟ سأعيد قراءة هذه الفكرة لأستخرج منها المعاني والأضداد. تابعوا معي. العنوان بين القرية والمدينة.
ركب شادي وعائلته السيارة وانطلقوا عائدين إلى المدينة. قال شادي: ما أجمل القرية وطبيعتها الهادئة، وها نحن في طريق العودة إلى ضوضاء المدينة وضجيجها. ما معنى ضوضاء المدينة ضجيجها؟ ما معنى ضوضاء المدينة ضجيجها؟ ما ضد عائدين إلى المدينة ذاهبين إلى المدينة؟ ما ضد عائدين إلى المدينة ذاهبين إلى المدينة؟ ما ضد هدوء القرية ضجيج المدينة؟ ما ضد هدوء القرية ضجيج المدينة؟ بعد قراءة هذه الفكرة سنجيب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: ما هو عنوان النص؟ عند الإجابة نقوم بحذف أداة الاستفهام ما وعلامة الاستفهام. عنوان النص هو بين القرية والمدينة. السؤال الثاني: من هم الأشخاص الذين وردوا معنا في هذه الفقرة؟ عند الإجابة نقوم بحذف أداة الاستفهام من وعلامة الاستفهام. الجواب: الأشخاص هم شادي وعائلته. السؤال الثالث: ورد في هذه الفقرة مكانين، ما هما؟ عند الإجابة نقوم بحذف أداة الاستفهام ما وعلامة الاستفهام. الجواب: المكانين هما القرية والمدينة. إلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله.